سبحان الله هذا الشارع يعني شاهد مسيرة كبيرة. الوالد كان فيها السيد وسام الشمسي أحمد رفاع الدين أبو شيخ الطريق رفاع الصوفية، كانوا يقسمون هني مع الشيخ عبد الله السالم الصباح أميرنا دولة الكويت في قصر نايف، ويدخلون هني إلى مجلس أمة اللي هو المجلس البلدي حاليا. وأنا خاطرة اليوم اختاروا وكانوا شوفوا من هالبوابة هذه ماشي، كانت دولة عادية وكان هني حتى حضرناها بالغزو الصدام يسموها قائم قام صدام الله ياخذهم استغفر الله يغفر لهم. فانتوا اختاروا عناصر زينه، يعني لا تركزون على شغله المعارضه ولا شغله على قولتهم الحكوميين ولا المعاملات ولا غيره، اختاروا ناس عناصر. يعني انا اليوم سبحان الله طلع وياي فيلم قديم تلفزيون مجلس امه ولا شلون الشخصيات الكويتيه كان ثقول وحكمه وبنوا الدوله، وهم اغلبهم بعضهم يعني لا ابائهم هني بهاي مقبره الصالحيه مقبره سيد ياسين سي احمد الرفاعي عمنا رحمه الله، وفيها الشيخ احمد جابر ابو امين الشيخ جابر والشيخ صباح والشيخ خالد والشيخ مشعل والشيخ نواف ومنصور غيرهم لاحمد مثال لاحمد وغيرهم. فانتوا قلت لكم تخيلوا المسيره هذه كانت مسيرة بسيطة، الحين مباني وكراسي وأثاث وسيارات تصعد بالمباني بالمصاعد، أول كانوا بسيطين يمشون من هني إلى هني وبنوا الدولة. ركزوا بالاختيار، مو كل المعارضة ولا كل الصيحة تفيدنا، يعني احنا هذه سنتين ضيعوها من عمرنا، بس كانت سنتين ضيعوها مجلس الله يديهم بعضهم 2022 ضيعوا سنتين من عمرنا، بس وقفوا وجمدوا البلد. بس شو تسوي، الناس ما تبي الكلام اللي يقولتهم يجمد على الشارب. سنتين ضيعوها من حياتنا ما استفدنا منها شيء، لا انجازات ولا قوانين، عطلون الجلسات حتى لو الاستجوابات شنو فادتنا. شوفوا المجالس القديمة سبحان الله كانت الاستجوابات اغلبها يعني تسوي ضغينه وتسوي شد وتسوي تباعد، وبعضهم كلهم يعني اللي اول تناجروا وتصالحوا ان شاء الله اذا مو بالدنيا بالاخره. ابنوا بلدكم وعمروها، وهاي فرصه هالمره انه يعني يكون ان شاء الله المجلس اموره هاديه ونشوف انجازات. يعني احنا شوفوا هاي بعد بوابه الشاميه قدامنا سبحان الله، ناس تعبوا وكانوا على ريولهم يمشون، وبعضهم حفاي وعلى جمال وعلى حصين وعلى حمير. يعني كان ذكر ابو ادم الدسوق يقول فيه كان سرى حمير، مو عيب الفقر مو عيب. وهذه وزاره الاعلام هي ترعى الاعلام، فحافظوا ويجيبوا عناصر زينه ونركز على البناء ونركز على الانجازات، واللي الله يوفقه يصير رئيس او نائب رئيس او امين سر او مراقب الله يوفقه. يعني ما نبي باللجان، المهم احنا نبي الانجازات، ولا تشتغلون وكلاء حق غيركم، خلوا لسانكم حر مثل الطير الحر يا رب.